لأول مرة في تاريخ القناة غادي نحكي شي حكاية لأهل صاحبة القصة اللي غادي يسمعوها ويعرفوها، وغادي تصدموا أنها خبت بزاف ديال التفاصيل اللي خلاونا نشوفوا مولات القصة هي الضحية، ولكن غادي نعود لكم اللي غادي يصدمكم. ما تمشوفين بقوا معي في حكاية الليلة. سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه احوالكم طيبه. مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام ليك. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد كيف العاده. فقبل ما تشوفوا هذه الحكايه وتفهموها من فضلكم، هو الاول سيروا شوفوا الحكايه 231 الحلقه قبل هذه اللي حطيت لكم والبارح، باش فاش نحكي لكم هذا الشيء غتسمعوا اليوم غتعرفوا الفرق وشنو تخبى اللي غادي يخلي يبدل المسار نتاع الحكايه. فخير ما تعطلش عليكم اكثر، ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب بما تكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. كتقول لنا اخت صاحبه الحكايه اللي تحكي لكم فقط باش تبان حياتها هي الضحيه وباللي المحيط ديالها راه ما مزيانش. انا نقدم لكم راسي، انا اختها الصغيره اللي سبقتها في الزواج واللي اكثر وحده عارفه الاسرار ديالها وشاهده على شنو عاشت. انا غادي نقول لكم الحقيقه اللي ما قالت لكمش هي بالضبط، واذا قلت لكم شي حاجه ما كايناش انا ربي بغيتو يخلصني. اول حاجه على حسب ما قالت على خونا والاعتداءات ديالو وراجل اختي والتحرشات ديالو، انا صراحه ما نقدرش ننكر ولا ناكد هذه النقطه وغادي نقول فيها الله اعلم. لكن غادي نبدا لكم منين كانت بالضبط باقا كتقرا في الابتدائي في واحد المدرسه اللي كانت قريبه لينا، ومع المده كانت ديما كتجمع طلع من المدرسه وكتمشي ليها بكري. كانت ماما ديما كدوي معاها، علاش حياه ما كتمشيش في الوقت؟ كنظن انه سمينا صاحبه الحكايه حياه ولا حوريه ما كنتذكرش، ولكن المهم نقولوا حنا حياه. حتى لواحد النهار المدرسه كتبدا مع 8، فماما ساعه من قبل اللي هي مع 7 كتنوض حياه وكتمشي للمدرسه اللي بينها وبين الدار 5 ديال الدقائق. ماما فاش نضت داك النهار ما لقاتهاش في الدار، ونوضات خوتي كاملين تيقلبوا عليها ولكن والو ما لقاوهاش. غادي تمشي اختي لحدا باب المدرسه ولقاتها كتمشي هي وبزاف ديال البنات، سولتها فين كنتي حياه وعلاش خرجتي بكري؟ قالت لها باش ندوز على صحاباتي. خرجه ساعه قبل على قبل صحاباتها. ما علينا، داز الوقت، مع المده الناس تيجيو تيقولوا لنا راه حياه في المقابر وهي باقي غير في السادس، غير هو الفرق انها كانت كبيره لانه كانت كتكرر بزاف وكان في عمرها انا ذاك 14 سنه. قالوا لنا الناس راه حياه في المقابر حيت كانت قريبه لنا واحد المقبره من الدار، كانوا دائما دارنا تيطلعوا تيمشيو يجيبوها. كيلقاوها هي واحد البنت وزوج ديال الدراري. واحد المره غادي نسمعوا باللي ديك البنت اللي كترافق معها واللي كتكون معها ديما واللي في عمرها 15 سنه حملات من داك الولد اللي كانت ديما كتجلس معاه في المقابر، وزوجهم والديهم مع بعضياتهم. حنا ملي سمعنا بحال هكا بدينا كنزيروها وكنسولوها شنو كنتو كديروا تما. عياو معاها وما لقاو حتى شي حل من غير انهم يخرجوها من المدرسه لانه ما كانش ثابته وعاطيها للخريج والدوران، وباش انهم يحبسوها انها ما تبقاش تلاقى بداك الخليل ديالها ولا حتى ديك البنت. جلست مده حتى دات 18-19 سنه حياه، وانا كيف قلت لكم كنت صغيره منها وكانت ديما كتخرجني معاها، وكانت كل مره كتلاقى بولد في شكل اللي كانت كتبني معاهم علاقات غير شرعيه، تقدر تكون حتى مع 10 في دقه واحده. واحد كان جا كراف الحومه ديالنا واللي كان مشمكر وتيسكر، واي حاجه من الموبقات اللي كطيح عليه بالكم كانت يديرها، وكانت هي دخلت معاه في علاقه هي غير شرعيه بمعنى ولا خليل ديالها. نهار ماما ساقت الخبر بدات كتقول ليها ما تبقايش تهضري معاه، هذاك الولد كان كريم مع خوه ومرته، فكانت كدير سبب لانها كتدخل وكتعرف مرت خوه وهي كانت عنده، وهي كانت كتدخل عنده هو باش تجلس معاه. عيات معاها ماما بعدي منه ولكن ما كتسمعش. واحد النهار ماما مشات دقات على داك الولد وقالت لي سير عطاها اتساع وما تبقاش تدوي مع حياه. دازت مده قليله عاود جاك راه حدانا واحد الدري واحد اخر وهو وزوج خواتات واحد اخرين في الزنقه الاخرى، عاوتاني مشات دخلت في علاقه مع داك الدري. هي كانت كتمشي كتصاحب، هي كانت كتمشي بهذا المعنى كتصاحب وكدير علاقه مع الخواتات نتاع داك الخليل ديالها اللي بيهم كدير سباب لانها على علاقه بهم باش تقدر تكون على تواصل مع داك الشخص وتقدر تمشي عندو لدارو. فرجعت حياه صاحبات خواتات داك الدري، وانا كنت كنمشي لعندهم وانا كنت كنمشي معاها لعندهم، وكتقول لي انا جايه وكتمشي كتدخل عند داك الدري كتبقى جالسه هي وياه، والله اعلم شنو كان تيوقع بيناتهم حتى كتقول لي يلا نمشيو.
بقات مده بحال هكاك حتى لواحد النهار نضو مشاكل ما بينها هي وصحاباتها البنات وجاو لدارنا وبداو كيدقوا قريب انهم يفرعوا الباب. با طلع عليهم قال لهم شنو خصكم؟ ديك البنت عيرات با بكلام اللي كان قبيح وهو ما دهاش فيها ودخل. اختي الكبيره ما رضاتش هبطت ليها باش انا الضربه. ديك البنت طات على شعرها وداك المشكل غادي يوصلنا حتى المحاكم بسبب حياه عمرنا دخلنا شي محكمه. ديك البنت غادي تمشي لدارهم قطعت حوايجها ريشت شعرها ودارت روينه وهبطت للحومه وبدات كتغوت ومشات دعات خوتي بلي انهم هما اللي ضربوها. حنا داك كنا حلينا هاد القضيه بالشهود ديال الحومه اللي كانوا حاضرين في الزنقه. دوك الدراري البيطاليين راكم عارفين كلشي كان شاف داك المنظر وعارفين بلي انا وحنا ما درنا حتى شي حاجه. المهم خرجت القضيه سالكه وكانت هذه اول مره غنمشيو للمحاكم بسبب حياه. من مور هذا الشيء كانت بقات كتعرف على الدراري كل واحد في شكل. وحنا عندنا واحد الحي الجامعي بعيد الساعه على دارنا فيه دوك الدراري اللي تيجوا من الجبال ومعروفه عموما بالشباب والبنات اللي ما مزيانينش اللي كانوا تيكرو في ديك البلاصه. هي كانت ديما في علاقات مع الدراري. انا كانت عندي واحد صاحبتي بعيده على ديك البلاصه فين انا كنمشي عندها كانت كتعيط لي وتقول لي قولي لماما انا غادي نمشي معاك ونخرجوا بجوج ومن بعد نتفرقوا. انا فاش كنرفض كتقول لي شوفي انا غادي نمشي نتلاقى بشي واحد وفاش كولي جايه انا غادي ندوي لك. فعلا كتبقى كتصد عليا بالتليفون وكتقول لي اجي عندي البلاصه الفلانيه بالطاكسي اللي معروفه بالدعاره وكتركب معايا وكندخلوا للدار كاننا جينا بجوج. من بعد هذا الحدث مره اخرى كنت نلعب ليها في التليفون ديالها غادي نتلاقى واحد الفيديو فيه هي جالسه في واحد البيت وكتصور داك اللي دخلت معاه لبيتو اللي كان حداها تيصلي. هاد الاحداث بخلاصه غير باش نقول لكم بلي انه كل مره كنت كنلقاها كتهضر مع شي واحد وغير باش نقربكم من الشخصيه ديالها اللي خبات عليكم. هاد الشيء ما كنقدروش نقولوا لماما حيتاش كتمرض بزاف وبسببها. اي واحد كان تيجي كيخطبها منين كان عمرها 18 سنه كانت كتلصق فيه وكيتخطبوا من بعد كتفسخ الخطوبه ديالها ولا هو السبب الله اعلم. المهم كيتفرقوا ولكن اغلبيه الوقت اي واحد جاي يخطبها كتلصق فيه واخا يكون ما صالحش شمكار ما خدامش او لا عيشو على قدها وفي الاخير كيساليو. اخر مره كانت كتهضر مع واحد الدري اللي عليه دارت القصه ديالها واللي ساكن في ديك البلاصه المعروفه بالدعاره واللي اصله ماشي من الجهه ديالنا. كنت كنصحها بلي انهم ما يصلحش ليك ولكن كنت لقيت في التليفون ديالها بلي انها معاه في الدار وبقات كتدوي معاه لمده 3 سنين وماشي 5 شهور كيف ما قالت لكم. من موراها كان ديما كتقول لي واش امي وبا غادي يبغوني نتزوج به ويخلوني نمشي نسكن معاه في البلاصه الفلانيه. كنت انا تنقول لها هما ما عندهمش مشكلش من مدينه غادي تسكني. واحد النهار قالت لينا بلي انا وهاد الولد راه جاي يخطبني. قالت لها ماما صافي واخا مرحبا به وانا ذاك كان جاو شي ناس باش انهم يخطبوني حتى انا من ماما. قالت لهم ماما عافاك سيروا حتى نساليو مع حياه وديك الساعه اجيو مرحبا بكم نسبقوا الكبيره ومن بعد تبعها الصغيره اللي عليا انا حيتاش قالت لكم بلي انه مباشره انا تزوجت عليها. المهم هاد السيد دار معها شهر واحد فاش وصل قال ليها حتى شهر زوج فاش وصل قال لها شهر ثلاثه. حنا قلنا ليها راه هذا غير كيتفلى عليك مادام ما جاش في الوقت اللي تيقول لك راه كيتفلى. هي دوات معاه وقال لي عاود حتى شهر 4 غنجي مثلا نهار 2. وصل داك النهار جات عند ماما قالت لها ما غاديش يجي فلان. ماما بدات كتغوت عليها وراه غير كيتفلى عليك عطيت تساع. حتى لواحد النهار الزوج ديال الليل كنا جالسين مجموعين حتى صونا ليها وقال لها حنا جايين في الطريق دابا وغادي نوصلوا مع 6 ديال الصباح. الدار انا ذاك كانت مرونه وندنا في ديك الوقيته كنجمعوا والصخره ما كايناش ديال الضياف اللي خاصنا نديروا لهم فطور وغدا وعشاء. وصل الصباح جاو الضيفان وصل الغدا ماما عيطات على خوتي باش يجيو يجلسوا مع بعضياتهم وبداو كيهضروا. هنا غادي نشرح لكم على التفاصيل ديال الخاتم اللي قالت لكم. ماما كانت قالت لها منين هما ساكنين بعاد بزاف عليهم الطريق فانهم يبقاو غاديين جايين يجيبوا من الاحسن الخاتم ويجيو في الدقه. هي بغات بالفرحات عليها اختي نقزات قالت لها اولا قالت لامي ما تبيتيش معك الضيافه امي وانت ما كتعرفيهمش حيت اليوم ولينا كنسمعوا قصص ديال هذا قتل هذا وانت عندك البنات في الدار والدار كبيره ما تزعميش انك تبيتيهم عندك خصوصا اذا درتوا تركاب ديال الخواتم غادي يضطروا باش انهم يطولوا عندك في الدار. في نفس اللحظه ماما قالت الحياه صافي عرفتي شنو بلا ما تقولي ليه والو حتى يجي عندنا ونشوفهم وديك الصايح الله. هي فاش جاو داك النهار وما جابش معاه كاع خوتو واحد خوتو اللي كنت كنسمع من قبل انه حياه كدوي معاه وكتقول ليها ما تزوجيش بخويا.
كنت انا كنسولها علاش كتقول لك بحال هكا، كتقول لي اه حقا حيت هي مدبزه مع خوها وما بغاتوش يتزوج. المهم جا هو ومو وزوج ديال خوتو دراري، دازو حتى 9 ديال الليل ومشاو فحالهم. دازت الايام ومو بدات كتعيط لماما وتقول لها ضروري انكم تجيو تشوفوا دارنا فين غادي تسكن بنتكم حيت ربما ما غاديش تعجبكم. معاهم فاش جاوا لعندنا وبنت لهم دارنا كبيره بطبقات وروميه، هما جاتهم في شي شكل لانهم عايشين في واحد العروبيه، ماشي عيب ولكن هانتوما غادي تعرفوا التفاصيل اللي هما عيب. المهم بقات كتقول لها اجو ضروري تشوفوا. خويا قال لماما راني جلست مع داك اللي بغى يتزوج بحياة فقوة وبان لي بلي انه راه كيتعاطى بجميع الموبقات وغادي تعذب مع حياته. حتى لواحد الفجر حتى شي حد فينا ما كان عارف، كان رمضان نضنا تسحرنا، جا عندي خويا قال لي واش تمشي معانا؟ فينا خويا اللي عندك اللي جا خطب حياة؟ صافي واخا قالها الماما، مشينا الجامع هو الاول وقلنا هالحياة وقلنا هالاب ديالي وقلنا الاب ديالي ومشينا. يعني داكشي جا على غفله ماشي غير عليها ولكن علينا كاملنا، حتى شي حد فينا ما كان عارف اشنو كاين. خويا عيط للصديق ديالو جاب لي الطوموبيل ومشينا. خرجنا في الفجر وصلنا للمدينه حتى للربعة ومشينا وصلنا للفيلاج اللي قالوا لينا صونات عليه حياة باش انه يخرج لعندنا. نعت ليها 3 ديال السوايع باش نوصلوا للنواحي ديال داك الفيلاج. وصلنا حتى المغرب اللي اذن علينا حنا صايمين وحنا غاديين باش نوصلوا دارهم غير الغبابر. درت عند حياة قلت لها واش تقدري تعيشي بحال هكا وسط هاد الحاله؟ سولتها حيت حنا حلينا عينينا وسط المدينه، الدار مزلجه، الخبره ما كايناش، كاين الماء، كاين الضو، واللي بغيتيها كاينه. وصلنا لدارهم وكانت تصدموا، الدار كلها تراب، هي ما عجبتهاش ولكن قبلات على قباله هو. دخلنا شنو غادي نقول لكم، ماشي ما استقبلوناش ولكن ما كبروش بينا. وكان انا داك الصيام غادي يديروا جلسه ديال العيالات والرجال بوحدهم، وداكشي اللي غادي يشط على الرجال غادي يحطوه لنا. بقينا كنتسناهم وبقاو تيقولوا لنا كلوا كلوا، انا فجيت ناكل كنلقى غير العظومه، يعني حطوا لنا غير الشياطه. الفجر ما نوضوناش حتى بقات 5 ديال الدقائق، امو فيقات مامو كتقول لها نوضوا تسحروا. المرحاض عزكم الله جا خارج دارهم والروبيني ما كاينش لداخل كاين في الخارج. صافي غادي نبغيو باش اننا نرجعوا فحالنا. وقالت لنا مو اجيو تشوفوا فين غادي تسكن حياة في الفوق. طلعنا للسطح اللي كان بلا سطرة، كتشوفي منك الارض، وكان بيت. انا سولتها خالتي واش ما كاينش الحيط وما كاينش المرحاض؟ قالت لي لا غادي نبنيوه ليها. انا درت عند حياة وقلت لها الصراحه انا ما عجبنيش هادشي وانا في بلاصتك ما نقدرش نعيش هنا، انتي شوفي كيفاش عايشه والمستوى اللي فيه، واش تقدري تتاقلمي على هاد الحياه؟ الام ديالو سولت ماما، قالت لها ماما شنو غنقول لك، الباديه هي الباديه، وانا نجيك الصراحه ما عجبتناش وبنتي محال تقدر تعيش هنا. رجعنا في حالنا وبقينا كنقنعوها بلي انا وداك السيد راه ما غاديش يصلح ليك، ولكن هي مصره وبلي انه هو اللي غادي تدي. ومع الناس اللي جاوا خطبوني تعطلنا عليهم، فقالت لهم ماما صافي مرحبا بكم غير اجيو، وهي بقات مصره لا خاصها تديه. قال لها صافي منين باغا قولي ليه يجي، مع العلم انه هو راه ما عايش مع امه وكاري بيت مع الدراري، وهي غادي تسكن مع امه وغادي يبدا كيجي عندها مره في 15 يوم. وهو براسو قالها لينا فاش كنا لعندهم، قال لها حياه انت غادي تعيشي مع امي وانا غادي نبدا كنجي نطلع لك. سولناها واش انت قادره على هذا الشيء، الناس ما كتعرفيهمش وغادي تعاني وراجلك ما غاديش يكون معاك، كانك غادي يزوجك بمو والبلاصه فين غادي تسكني ماشي من المستوى ديالك، واش تقدري ترعاي وتحضري الكسيبه؟ مع العلم انه امو مريضه حيت واحد النهار كانت مرضات وصفت لامي، واش حياه تقدر تمشي تقابل امي حيت امي مريضه؟ قالت ليه ماما حنا ما عندناش هذا الشيء في العائله، ما يمكنش نخليها تمشي اذا ما ضرباتش الصداق ديالها. يعني العربون والنتيجه ديال العلاقه كانت باينه ومازال ما كاين والو شرعيا. هي بدات كتخرج عند العائله نتاع امي وكتقول لهم انا غادي نمشي نتزوج بليه بلا ما غادي نقولها لهم، وبدات كتشوط ما بيناتهم كتقول لهم واش عرفتوا بعدا شنو كتقول ماما فيكم وخوتي، حتى هما كتقول لهم شي حاجات اللي ما كاينينش وكتبغي تكره خالاتي فينا. لواحد النهار مشات ماما لعندهم وقالوا لها راه بنتك ها شنو كتقول. عاود واحد النهار بطنا عند مرت عمي نطلعوا عليها، سولتها شنو دارت حياة في زواجها، تصدمات ماما علاش اسرارنا ما كيبقاوش في دارنا. غتمشي ماما تعاتب حياة بلي انه امورنا خصك تستريهم وما تخرجيهمش، لانه ماما ولات اذا مشات غير الحانوت كيسولها داك مول الحانوت شنو بقى درات حياة، يعني ضربات لنا الطر كيف تيقولوا بلي انه راه جا واحد السيد وحنا رافضينها انها تزوج به. كانت اي واحد كتلاقاه كتعاود ليه وكتقول لصحابات اختي بلي انه راه تخطبات وهي راه مازال ما كاين والو.
بقى فينا الحال والامور زادت على حدها. فامي مشات عند با قالت لي بلي انا راه حياة راه كتعاود اسرنا لخوتي وخوتك. هو طلع عندها وسولها واش بصح حياة؟ نكرات هبط فحالو. كانت اي واحد كتلاقاه كتعاود ليه وكتقول صحابات اختي بلي انا راه تخطبات. هبط فحالو. مسكين كان صحيح، ولكن ملي وقع هاد المشكل مع حياة مسكين تهد وعيا بالسبب ديالها. واحد النهار عاوتاني مرت عمي سولات ماما شنو درت حياة، قالت لها كيفاش، قالت لها راه هبطت عند عمها وقالت ليه سر غبا يخليني نتزوج. ماما طلعت عند با صافي عيات قالتها ليه، مع العلم انها ما كتبغي تقول ليه حتى شي حاجه حيت هو قاصح. داك النهار فاش عيات قالت ليه شنو دارت حياة، هو بقى فيه الحال وما رضاش غادي يطلع عندها. وكانت 12 ديال الليل وقال لها شنو درتي، لا ما قلت والو، لا شنو قلتي لخويا. نكرات شدها بغى يضربها، فقد الاعصاب ديالو التركيز ديالو. وكان حداه واحد الموس كان غادي يهزو، انا حيدته بالزربه وخبيته ما لقاش باش انه يضربها، بان ليه طبسيل هزو. بديت انا وامي كنحيدوه ليه، غفلنا ولاحو عليها. رجع كيغوت وكيقول انا غادي نقتلها وغادي ندخل الغله وديتها للحبس، غادي يهز التليفون ديالو وغادي ندير النمره ديال البوليس باش انه يضربها ويبلغ على راسو. حيت لي التليفون بديت نرغبو حتى يتهدن، حتى شويه تيبان لينا الدم في راس حياه. مشات تشوفها امي لقات عندها جرحه محلوله وجرات بها الطبيب باش انها غرزت ليها. بقات مده جالسه في الدار حتى لواحد النهار كانوا خواتها تاتي الكبار جالسين مع بعضياتهم تيجمعوا. جات حوريه عايره ديك اللي مزوجه براجلها وما رضاتش وبدات كتغوت عليها. با طلع لقاهم كيتغاوتوا وهو يقول لحوريه قولي لذاك الحتروف اللي بغى يجي يتزوج بك صافي غير يجي ويهنينا. وهنا فين با بغى ليها باش انها تزوج بكثره المشاكل اللي ولات كدير. قسما بالله يتبا من اطيب خلق الله هو الام ديالي وديرين فوق من الجهد ديالهم معانا وداخلين سوق راسهم ومعيشينا احسن عيشه واللي بغيناها تيوفروها لنا. با بدا من الزيرو على قبلنا ولينا غير غاديين وهزين الراس. علاش مثلا حنا ولادو بثمانية غادي يعيشنا مخيرين وحياة التسعة يعيشها مكرفصة؟ الأم ديالي بكثرت هاد المشاكل خصوصا وأنها فيها التونسيون، فمن كتبقى كتعصب مع حورية اللي هي عنيدة كطيح كتمرض. حورية غير إذا خرجت تسخر السوق كتقدر تبقى خمسة ديال السوايع أو حتى ربعة ديال السوايع، وهو حدانا داك السوق وكتخرج وما كترجع حتى الليل وطايشة. أمي تأثرات لدرجة أنه ما بقاش كتشوف بعينيها وطلعت لواحد المدينة ودارت العملية وجات وما جاتش عندها حياة أنها باش على الأقل تسولها كيف بقيت يا أمي ولا كيف دازت العملية. من مور هاد الشي فاش نجحت لها العملية أميمتي عاود تناقشات مع حياة ونقص لها الشوف كأنه ديك العملية ما دارتش أو درجة ولات كتشوف غير 5% وخسرت بزاف على راسها بسبب حياة. أنا كان ما بقى لعرسي والو، داك اللي بغى حياة داك اللي بغى حياة صنع على ماما. فوقاش نجي خالتي قالت ليه ما بقى العرس بنتي والو غير يفوت واجي. فاش فات ما جاش وما اتصلش، ولكن حياة كانت على تواصل به. فاش نسولها فوقاش غايجي كل مره كتقول واحد الوقيته اللي هو ما كيجيش فيها. حتى لواحد النهار انا وياها جالسه وغادي تقول لاختي عطاني التليفون ديالك ندوي مع فلان. وعلاش؟ حيتاش بلوكاني. علاش بلوكاك؟ حيتاش لقاها هي ناس كتهضر مع واحد الدري واحد اخر، وهذا هو كان المشكل ديال حياة انها ما متبته مع حتى شي واحد، واللي عرفته كتعرف الدار ديالو. دابا هادي شي 15 يوم ما مشات للطبيب ديالها وخلات مع حياة ولاد اختي. فاش رجعات ما لقاتهاش، قالوا دابا تجي ممكن مشات تسخر. سولنا اختها الصغيره ديك اللي عندها 9 سنين فين حياة، قالتنا ما عرفناش راه ودن الظهر وخرجات. ماما قالت يمكن راه مشات غير للسوق ومعايا كتعطل. بقينا بحال هكاك حتى وصلت لوحده ديال الليل، قلنا هذه يمكن وقعت لها شي حاجه. فخرجنا بدينا كنقلبوا عليها وما كاينش ليها الاثار. صونينا صحاباتها والو. مع الزوج ديال الليل صيفطت ليها ميساج فيها انا خرجت من الدار وما غاديش نرجع وما تقلبوش عليا. انا كتبت ليها ميساج حشومه عليك، وامي راه قلبها كيتحرق. القضيه ديال خويا تعدى عليها ممكن تكون ممكن لا، ولكن الام ديالي ماشي ذنبها لانها حتى هي ما كانتش قاريه باش انه توعيها حدا شرفك. علاش حنا البنات من دونها هي؟ والنقطه اللي نسيت ما وضحت لكم تاع الطبيب نهار داو حياه لي على وديت الشرف، راه كان قال لهم بلي انه العذريه ديالها فقدتها هذه ماشي بزاف ماشي قديما، وبلي انه كيتمارس عليها وكيتعاود. يعني السبب هي ديك الدوران مع الدراري هو اللي كان السبب، واخا يكون وقع لها داكشي مع الاخ ديالي والله اعلم هي كانت بعلاقه مع الدراري، حيت الاطباء بثلاثه قالوا بلي انه هذا الشيء راه جديد وكيتعاود. فاش قالت لماما راه خويا، قالت ليها انا نبيع دبليجي وندير لك عمليه وتولي مزيانه، ولكن كانت كترفض. المهم نرجعوا للحاضر ديال الاختفاء. مشينا ديكلارينا انها ما كايناش، هي شويه كتصيفط ليا انا جايه للدار.
جات وقسما بالله ما هضرنا معاها، ما قلنا ليها حتى شي حاجه. دخلت نيشا لبيتها ونعسات، بقات مده غير ساده عليها وما كتهضر معها حتى شي حد من غير الام ديالي. وهي كانت كتحكي قصتها، وهي كانت كتحكي لكم قصه انا داك مازال ما خرجتش من الدار حتى اليوم اللي هو الحد. ناض تمي مشات تفيقه ما لقاتهاش، وبداو كيقلبوا ما لقاو لا حوايجها لا والو، ولقاو بلي انها خرجت على السالون ديال ماما وسرقت لها الفلوس ديال العمليه اللي كانت غدا بهم هاد الاربع باش دير عمليه واحده اخرى مع ديك الزوج ديال النهار. ضغطت الماما اوديو ما تقلبوش عليا انا مشيت نكري. هذه هي القصه الحقيقيه باش ما تديوش الاثم على والو. خبات عليكم الجوهر وبينات لكم بلي انها الضحيه وبلي حنا ما مزيانينش وغالطين وانها ما دارت والو. هي اصلا ملي خرجت من المدرسه حتى دارت 21 سنه عادت كتخدم، لكن فاش شافوها بلي انها كتفرفر وغير عطيها للتصنديق منعوها حتى دارت 28 سنه وجات تخدم. واخا ما محتاجاش لانه الاب ديالي هو اللي كان تيصرف عليها. اللي خلاني انني ندوي على الحق وهما التعاليق اللي شفت على والديا بلي انهم ما مزيانينش وهما تقاتلوا على قبلنا باش ولينا اليوم عايشين احسن عيشه. ماما كانت ضد انني نعطي الاحداث الحقيقيه، ولكن انا جلست مع راسي واصريت انني نقول هذا الشيء باش نوضح لكم الحقيقه وما تمشيوش غلطين. اليوم سمعتم الطرفين ودابا حكم. هذه هي كانت الحقيقه من طرف اخت حياه. علاش عاودت لكم اللي حكاتو لي اختها اللي كان بامكاني انني نتغاضى عليه وندوز قصه واحده اخرى؟ لانني صراحه بكل صدق كان عندي شك في شنو عاودت لي حياه، ولاول مره في شي حكايه تيكون عندي هذا الاحساس وما عطاتنيش تفاصيل كثيره. وفاش نصحت على هذا الانسان اللي كان بلوكيها وكانت مازال باقا دايره التصويره ديالها هي وهي في بروفيل ديال الواتساب، وقلت لها بلي انا راه ما صالحش ليك، خسرت عليا الله يحفظك. البارح صيفطت لها انه دوات معايا اختها وشاركت معايا الحقيقه، لكن ما كانش مكونيكتي لدابا. ولكن عندي حدس، الله اعلم واش صحيح ولا لا، ولكن تنقول بلي انا وحياه ما صافياش. هادشي اللي خلاني انا نتيق باختها، وفي الاخير الله اعلم. فكيف ما كان الحال حنا اليوم سمعنا الطرفين، ولكم ان تحكموا في التعاليق. سلام سلام.